بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلاب الصف الثالث المتوسط. النهاردة هناخد مع بعض الدرس الثامن اللي هو النفط والغاز والمعادن. نفتح الكتاب مع بعض صفحة 69. أول حاجة هنتكلم عنها النفط. النفط ده يا أولاد من أهم الثروات الطبيعية أو أهم مصدر للطاقة أنعم الله عز وجل على المملكة العربية السعودية بهذه النعمة. فنجد ان المملكة بتحتل المركز الثاني من حيث الاحتياطي العالمي من النفط والمركز الاول عالميا في تصدير النفط. دايما الحاجات دي تركز عليها لانها بتكون مصدر اسئلة في الاختبارات. لما نيجي نشوف التنقيب على النفط واكتشافه الفضل، اول مرحلة من مراحل يعني البحث عن النفط كان في عهد الملك عبد العزيز. طبعا الملك عبد العزيز وقع مع شركة سوكال اللي عرفت بعد كده بأرامكو، دي عربية أمريكية، عن تنقيب على النفط. وبالفعل يا أولاد تم اكتشاف أول حقل في النفط في المنطقة الشرقية قريب من الدمام، وكانت الآبار كانت النتائج غير مشجعة. لكن لما عمقوا البئر يا أولاد عام 1400 ولكن لما عمقوا على عمق 1440 متر اكتشف النفط بكميات تجارية كبيرة عام 1357. طيب بعد كده يا أولاد تعالوا نتكلم مع بعض عفوا نتكلم مع بعض على تكرير النفط. لو هنتكلم على تكرير النفط يا أولاد هنعرف إن في محطات كتيرة جدا في المملكة العربية السعودية لتكرير النفط، وموجودة في عديد مختلفة من المدن زي الرياض وجدة والجبيل ورابغ وينبع. طيب النفط ده بيتنقل إزاي؟ لما نيجي نشوف مع بعض هنلاقي إن النفط بيتنقل من الحقول بتاعته لمحطات التكرير او لمواني التصدير مباشره. اشهر الانابيب او اشهر خطوط الانابيب اللي هو خط بترولين، وده من اشهر الخطوط اللي بتنقل النفط الى مواني التصدير او محطات التكرير. طيب لما نيجي نصدر النفط بقى، النفط طبعا عرفنا انه خرج من اللي طلع من البئر، مشى في الانابيب، خلاص راح لاحد المواني اللي بتصدر زي ميناء راس تنوره، الجعيمه والخفجي على الخليج العربي، او في ينبع على البحر الاحمر. طيب الانابيب دي راحت للمواني، بتنزل فين؟ بتنزل في ناقلات نفط ضخمه اللي بتروح للدول المختلفة اللي تمت أو قامت بعملية شراء النفط من المملكة العربية السعودية. ننتقل بعد كده إلى الغاز. هلاقي يا أولاد إن الغاز برضو أحد مصادر الطاقة وبيستخدم في العديد من الصناعات زي المواد الكيميائية والبلاستيك والأسمدة. المملكة العربية السعودية يا أولاد بتحتل المركز السادس عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي والرابع من حيث الاحتياطي. والغاز بينقسم الى عده اقسام، يا اما بيكون مرافق للنفط مختلط بيه، او بيكون غير مرافق للنفط، او ساعات يكون موجود في نفس البئر لكن منفصل عن النفط. طيب ننتقل بعد كده الى اخر شيء في الدرس اللي هو الا وهو المعادن. المعادن. طيب برضو المعادن يا اولاد انتشرت في المملكه العربيه السعوديه العديد من المعادن ذات القيمه الاقتصاديه الكبيره، وزي ما انتم شايفين قدامكم في صفحه 74 اهوت بيبين لك المعادن اللي موجوده زي الذهب والفضه والنحاس، طبعا شايفين هذه الاشكال قدامكم، والبوكسايت والحجر الجيري والكبريت والفوسفات، ودي كل دي معادن بتستخدم في العديد من الصناعات المختلفه. وبكده نكون انتهينا من درس اليوم اللي هو النفط والغاز الطبيعي والمعادن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.